أحبائي مشاهدي الشيف خالد برنامج وحش التوفير، النهاردة هنعمل صينية بطاطس بالفراخ. طب صينية بطاطس بالفراخ يعني نفس اللي بناكلها بنفس الطريقة ولا طريقة مختلفة؟ لا بنفس الطريقة، بس في شوية حاجات هنعملها بحيث ان احنا في الاخر نلاقي حاجة طعمها جميل وحاجة برضو متداولة. بنجيب فرخة صغيرة مع كيلو بطاطس. طبعا النهاردة مقاديرنا هنشوفها مع بعض. هنعمل فرخة صغيرة متوسطة الحجم، مثلا تعمل حوالي كيلو كيلو الا ربع. معانا كيلو بطاطس، معانا حبيتين طماطم، بصلتين صغيرين، معايا ورق راولة، كم واحدة حبهان، معلقتين زبدة او سمنة الموجود، فصين ثوم، ثلاث معالق صلصة، ولو احتاجت نقطة زيت فوق الوش مثلا عشان احمر بيها البطاطس بتاعتي او حاجة. ده اللي احنا هنشوفه مع بعض. هبدأ اجيب البطاطس واقطعها بالشكل ده، عملية جميلة وكل اهالينا ومشاهدينا واخواتنا اللي بتفرجوا علينا عارفين صينية البطاطس بالفراخ او باللحمة بتبقى مستحبة في البيت والافراد الاسرة كلها. طبعا يا جماعة مش مكلفة، سواء عايز اعمل نفس الكمية او نصها حسب الافراد. انا بحاول ان انا في كل الحلقات اعمل حاجة تكفي اربع افراد وفي نفس الوقت تكون التكلفة متداولة. يعني كده ادي البطاطس بتاعتنا. كده نفس الشكل القطعة اهي. في ناس بتحب تعملها كلها ني في ني، في ناس تحب تعملها كلها كتسويت فرن. هنشوف مع بعض هنعمل فيها ايه ان شاء الله وتبقى تمام. كان عندي قطعتين هنا اهوت من قلب البطاطس كده اهو، دول بشيلهم خالص. وارد يكون جوه الثمره الحاجه زي فطريات او حاجه بنعملها كده. بجيب البوله اللي انا كنت عامل فيها اهي، ادي البطاطس بتاعتي نفس الطريقه. اجيب الصينيه اللي احط فيها الحاجه، ادي البصله خليها لكم كده، خلي دي انا دلوقتي انا بحاول اوريكم اهو. ممكن لو عايز ابشرها برضو مفيش مشكله، انا عايز البصلايه دي تبقى مفرومه ناعمه. ماشي، اخدها كده بالسكينه بالراحه واحنا بنتسلى زي ما قلت لحضراتكم، او طريقه الشيف خالد حضراتكم عارفينها سواء في المعجنات او نبدا نخش في السخن بقى نعمل اي حاجه، سواء صينيه بطاطس بالفراخ او صينيه بطاطس باللحمه مش هتفرق معانا. اهم حاجه هنعمل حاجتنا بهدوء وتبقى واحد واقف بيتسلى. ما بحبش المعدات الكتيره. ادي حاجتنا بابسط شيء وباقل تكلفه بنطلع حاجه جميله. باخد بصل كله مع بعض كده وببدا اهو، وعندي نفس السكينه، ولو في سكينه تانية اعرض بحيث ان انا افرم بيها البصل مفيش مشكله. لا انا عادي مفيش مشكله عندي اهو اهو يا جماعه، بشويش خالص كده ابدا اخد البصلايه مع بعض حتى بدل ما تتبشر تبقى مش باينه. لا انا عايزها تبقى باينه مع الاكل، وفي نفس الوقت الواحد بقى ايه ما تبقاش الاكله دراميه بقى ونبدا ايه ندمع ونعيط. لا هي كده ايه تبقى لذيذه اهي كده جميل قوي. بصلتين مع خمس حبات بطاطس مثلا مع فرخه صغيره، نبدا نعمل وجبه جميله. ماشي، عايز جنبها بقى احط مثلا ايه شويه رز، عايز احط جنبها عيش حسب حضراتكم عايزين. ادي القصه اهو، يعني بنحاول ان ايه نخلي الشغل هو اللي يتكلم مش احنا ايه نتكلم كتير. ادي البصلة بتاعتنا
كده اهو جوه الصينيه كده، نفس الطريقه اللي تعودنا عليها وشفناها من زمان بتدي طعم وتيست جميل، لان كل الاطعمه اللي احنا بناخدها الشرقي الجميله بناخدها وبنقتبسها او بنتعلمها من الصغر من قبل ما نخش في اي مهنه، سواء من الوالده في البيت او سواء من اخت كبيره او سواء عند اي حد في افراد العيله، بتلاقي الحاجات دي بتدي طعم جميل، وانت بتبدا بقى مع العلم مع المهنه بتبدا انت تطور الاداء بتاعك. هنبدا ناخد حوالي ربع معلقه فلفل اسمر معاها مع ذره ملح كده اهو. بحاول في الملح بالذات الواحد يبقى حريص يا جماعه، لان الحاجه لما تبقى الملح قليل تتعالج، انما لما يبقى ملحها كتير اجي اكل الحاجه انا عمال اقول بقى بطاطس وفراخ وعمالين نقول وحش التوفير، لا ده انت كده هتوفر الوجبه كلها ما حدش هياكل حاجه وهتبدا تبقى مالحه قوي، لا احنا مش عايزين كده فاهمني. بس ادي كده اهو وابدا، شايفين ادي ايديا مع البصل ما عنديش اي مشكله زي ما كنت بعجن بايدي وحضراتكم متعودين، ادي هو ده التست بتاعها شايفين، ادي كده ابدا ادعك البصلايه ابدا انزل الميه بتاعتها مع الملح مع الفلفل الاسود كده اهو شايفين اهي بدا تنزل. ايوه هي دي اللي انا عايزها، دي اللي هتديني الطعم والشكل بعد كده، بس الطعم هيبقى جميل. ادي كده اهوت وابدا اخد الفراخ بتاعتي انزلها مع الحاجه ديت اهي كده اهو، ابدا انزل اشيل دي خالص مش محتاجها، وابدا ادخل البصله جوه شايفين ادي الفراخ ادي البصل معاها من غير ما اقطع بسكينه ولا حاجه زي ما هي كده يا جماعه هتبقى زي الفل، لان الصوص بتاع البطاطس مع الطماطم مثلا مع الثوم مع الحاجات دي كل دوت مكسبات طعم فهيبقى جميل ولذيذ. ممكن يكون اتعملت بطرق كتيره بس صدقوني اللي انا بعمله دوت هيدي معاكم طعم مختلف زي ما كنا مختلفين في كل حاجه قدمناها لحضراتكم قبل كده، ان شاء الله تبقى الحاجه زي الفل. هبدا بعد كده اجيب ايه؟ اجيب الصلصه بتاعتي شايفين نفس الطريقه كده اهوت من غير معالق من غير حاجه بنشتغل بايدينا ماشي، ما عندناش اي مشكله في اي حاجه. ادي الصلصه مع الفراخ الاول اهي كده اهو مع البصله بالفلفل الاسمر مثلا مع الملح، تبدا الحاجه تاخد الشكل بتاعها كده اهو، وابدا اجيب البطاطس انزل بيها خالص اهو بنفس الطريقه كده، وابدا اقلب ديت مع بعض اهو شايفين ادي كده انا بعمل الحاجه بنفس الخطوات ان شاء الله تعملوها يعني هتبقى جميله. وكده ادي البطاطس بتاعتنا ببدا اقلبها مع بعض وابدا اشوف هعمل ايه تاني كده بنفس الطريقه، واقلب على الوش ده كده اهو اهي شايفين ادي الثوم اهو هبدا انزل بيه برضو نفس الشكل كده، لان كل دوت مع الميه بتاعته اللي احنا هننزلها معاها اهو شويه ميه كده اهو بس، بحيث ان ايه في حد عايز يتقل الصوص بتاع الصلصه كده براحته حسب ما هو عايز حسب الرغبه زي ما حضراتكم عايزين، دي بترجع لكل واحد والطريقه اللي هو عايزها اهو ادي كده تبدا تتقلب مع بعض اهو ببدا اقلبها بشويش كده خالص مع بعض اهي مع الثوم، تلاحظوا ان انا الثوم حطيته في الاخر مع الفراخ برضو هيدي طعم
لان كل دوت الفراخ هتنزل على البطاطس مع الطماطم هتبقى جميله وزي الفل. ادي نفس القصه. بجيب ايه بقى؟ بجيب ديت مثلا اروح جاي نازل بيها اهو. لو عندي سمنه مفيش مشكله، عندي قطعه زبده في البيت عادي اللي موجود. ادي حاجه بسيطه بتدي طعم يا جماعه جميل. كل دوت مع النار هيبدا يشتغل معايا زي ما انا عايز. ماشي، هبدا اجيب لو في كام وحده حبهان اهو، بفتح الحبهان كده اهو، ممكن لو بالسكينه اهي ببدا افتحها وانزل بيها. ادي واحده اتنين، مش بكتر الحبهان يا جماعه في الحاجه عشان ما يمررش معايا. انا باخد الطعم بتاعه. ورق الراوله موجود في كل حته برده، مفيش اي مشكله اهو، برده بحاول ان انا بالراحه. على فكره احلى حاجه في صينيه البطاطس يا جماعه ان احنا نشتغل بايدينا، بس طبعا انا ايه عشان خاطر يعني الوقت ما يجريش بيا، فبحاول ان انا برده ايه ابدا اوري حضراتكم اهي. جميل، وادي ورقه الراوله لو انا عايز احط ورقه او اتنين او تلاته. ايه رايكم نطلع فاصل ونكمل البطاطس بتاعتنا؟